هذا سائل يقول: بعض الناس لا يحذرون من أهل البدع والأهواء بحجة أنهم يتورعون في هذا وأن هذا يقسي القلوب، فبما تنصحون هؤلاء؟ الواجب على أهل العلم أن يبينوا، على أهل العلم اللي عندهم علم وبصيرة وحكمة ووضع للأمور في مواضعها، الواجب عليهم أن يبينوا. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أما الإنسان اللي ما عنده تمكن في العلم أو ما عنده حكمة في البيان ينفر الناس ويسبب فتنة، فهذا لا يتولى هذا الأمر، إنما يتولى هذا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الحكمة. نعم.